عندنا خطة في وزارة الثقافة أن يكون في كل جامعة في مصر وفي كل مدينة في مصر على الأقل معرض للكتاب. فيما يتعلق بالجامعات، هناك تقليد في جامعة عين شمس باستمرار أنه مع بدء العام الدراسي بنعمل معارض للكتب فيها وفي مختلف الجامعات. الأسبوع الماضي احنا عملنا معرض في جامعة الأزهر، هو المعرض الأول من نوعه. هذا الأسبوع احنا بنعمل معرض جامعة عين شمس، وده هيكون فاتحة لأنشطة ثقافية ممتدة طوال العام. أنا اتفقت مع السيد رئيس الجامعة أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أنه هيكون في أسبوعيا في حفلة فنية في الجامعة، مسرح من مسارح الجامعة تقيمها إحدى الفرق المسرحية بالجامعة مع حفلة شهرية لدار الأوبرا المصرية، وهنعمل أسبوع ثقافي خاص بالجامعة هنا هتقيمه كل هيئات وزارة الثقافة وبدأ الإعداد ليه. الانتماء لمصر في كافة الأديان يخليك تنتمي للبلد دي. مصر اللي استضافت سيدنا يوسف وكان قائم على خزائنها ومع أخواته، مصر لما العائلة المقدسة هبت من الرومان جت مصر في بيسو في أسيوط، مصر اللي سيدنا موسى تجلى له ربنا سبحانه وتعالى في جبل الطور، مصر اللي لما فتحت من العرب قال أحسن أجناد في الأرض في مصر. كل الأديان مكانها هنا مصر، فمصر دي بلد ينتمي لها أي حد في الدنيا. حقيقة جامعة عين شمس زي كتير من الجامعات اللي بتهتم بالثقافة بوصفها الجناح الثاني بالإضافة للجناح التعليمي، اقترحت واستجابت لفكرة تنظيم معرض كتاب في رحابها زي ما حصل في كتير من الجامعات. الوزارة وهيئة الكتاب، وزارة الثقافة وهيئة الكتاب بيحاولوا ان هم يستهدفوا اماكن التجمعات وخصوصا الشبابية علشان تعمل معارض كتاب بتحاول انها تكون تنويرية اكتر، بتحاول انها تؤدي رسالة ثقافية واعية ومحترمة، واحنا بنحاول ان احنا نستهدف الشباب بالشكل ده سواء في الجامعة او في اماكن التجمعات الاخرى زي ما عملنا في الكاتدرائية من حوالي شهر ونص كان، وزي ما عملنا في جامعة الازهر، وزي ما بنحاول دلوقتي مع كتير من الجامعات الاقليمية وكتير من جامعات القاهرة واكاديمية الشرطة وغيرها من أماكن التجمعات الطلابية. احنا بنرحب بأي شكل من أشكال التعاون الثقافي طالما هيستهدف المصلحة العامة، وده بالفعل بدأ يحصل لأنه في مجموعة بروتوكولات دلوقتي بنوقعها لها علاقة بتوزيع المطبوعات الثقافية الخاصة بالمركز، بالإضافة لإقامة مجموعة من المعارض في بعض أماكن التجمعات اللي بيشرف عليها المركز إن شاء الله. العنوان حتى اللي اخترناه المرة دي إن مصر أرض الأديان. كلمة مصر أرض الأديان كانت تستهدف منها التقارب الحقيقي اللي احنا بنعيشه في مصر بين الأقباط والمسلمين. يمكن ده جزء من دورنا احنا كمان، ويعني حسينا إن الكتاب ابتدت تهدر قيمته شوية، فحاولنا ان احنا ننشط المساله ونسر الطلاب ولادنا وحتى قطاع البيئه. بالنسبه لنا احنا بنقدم كل الاصدارات بتاعتنا مجانيه وهديه مننا لطلاب جامعه عين شمس ولكل رواد المعرض. الدكتور عبد الوهاب عزت اصدر تعليماته ان احنا نبتدي نعمل معرض للكتاب لاشتراك مع بيت العيله المصريه، على راس قطاع البيئه الاستاذ سامري عبد الناصر اللي هو الامين المساعد الدؤوب الاكثر نشاطا اعتقد في الجامعات المصريه كلها، فابتدينا في التنفيذ. احنا يعتبر دلوقتي كده داخلين في 96 ساعه الحمد لله ما نمناش. الشغل يعني على قدم وساق الحمد لله، وزي ما انتم شايفين اعتقد كميه كبيره من الكتب وكميه كبيره من العارضين. يعني اعتقد احنا عملنا معرض كتاب القاهره الدولي بس مصغر، يعني شويه بس شويه صغيرين شويه كتير. يعني جامعه عين شمس واحده من اقدم الجامعات المصريه، فبالتالي اما بنكون دورنا جامعه تعليم الاول يحصل منها الطالب على شهادته الجامعيه، ولكن ما فيش ما يمنع انها تكون مناره من منارات الثقافه. يعني ده جزء منها التعليم، البحث العلمي، الخدمه المجتمعيه. الوقت كمان بنزود الدور الثقافي عشان الطالب محتاج الكتاب فعلا، وخاصة مع التقنيات الحديثة اللي ألقت بالكتاب جانبا، ألقت بالجريدة جانبا. أعتقد إن احنا محتاجين فعلا الطالب يكون له تعامل بشكل مباشر مع الكتاب، مش الكتاب الدراسي وبس. الكتاب يعني أنا رجل قانون مثلا، ثقافتي قانونية، بس أنا عشقي قراءة التاريخ، فهي بتختلف من شخص لشخص. أعتقد احنا عايزين ننمي في أولادنا حتة إن هو يرجع للكتاب تاني، احنا كلنا محتاجين الكتاب. النهارده بالنسبه للمعرض اللي احنا المعمول في جامعه عين شمس ده، ان شاء الله ده قطاع شؤون التعليم، قطاع شؤون البيئه هو اللي عامله الحقيقه تحت رئاسه الاستاذ دكتور عبد الوهاب عزت، وده احنا كنا السنه اللي فاتت عاملينه مع قطاع شؤون التعليم والطلاب. يمكن الفلسفه بتاعه المعرض احنا بنحاول نعرف اولادنا الصغيرين اللي هم الطلاب
ان اهميه قراءه الكتاب. النهارده كل الشباب معاه الانترنت والايباد والتليفون والفيسبوك وتويتر والمنتديات الاجتماعيه كلها، الا ان الكتاب ده له مذاق خاص وطعم خاص مختلف تماما. احنا بندعو الشباب من خلال مؤسسه جامعه عين شمس ومعرض الكتاب فيها، ومؤسسه جامعه عين شمس دي مؤسسه عريقه، مؤسسه تعليميه، وبنحاول نسقل المهارات الطلبه بالانشطه عشان يبقى لبناء الشخصيه المصريه القادمه باذن الله. المعرض النهارده بيشارك فيه مجموعه من شركات كثيره جدا، ان شاء الله يكون كل الناس مبسوطين، الطلبه يتعرفوا ويلمسوا بايديهم الكتب الموجوده ويتعرفوا عليها. احنا بنحب القرايه ونحب كل حاجه مفيده عشان ننمي من قدراتنا ومواهبنا عشان ننفع مجتمعنا. احنا كده اما نقرا حاجه في الازهر عن كنيسه، عن العلم، عن طه حسين، نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، الناس القديمه كلها، مصطفى السباعي، احمد شوقي، هنستفاد احنا وهنفيد غيرنا من اجيالنا. انا دخلت المعرض وبتفرج على الكتب، فاتبسطت قوي، فرق معايا ان يكون حاجه زي كده جوه الجامعه، بلس ان الاسعار مش غاليه خالص، ودي حاجه برده كويسه للطلبه. حاجه تانية انه فرق معايا قوي وجود الجانب الديني بجانب الثقافي، يعني لان احنا دايما بننسى او مش كده، بس مش بيفرق معانا ده قوي، دايما بنتثقف وحاجات كتيرة قوي بره الجانب الديني، بس فرق معايا يكون في كتب مسيحيه وكتب اسلاميه عن وكمان حاجات تراث وحاجات كتيرة قوي عن مصر.